بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب كل الترحيب بالأشقاء والأصدقاء والقطاع الخاص في هذه المشاركة، مؤتمر منتدى الشراكات الصناعية، ونثمن جهود وزارة الصناعة في الإعداد لإقامة هذا المؤتمر الثاني الذي يأتي بعد مؤتمر الصناعات التعدينية والبتروكيماوية والأسمدة والإسمنت، والذي نتج عنه إكمال فرص استثمارية أصبحت بشكل عقود قيمتها جاوزت 9 مليار دولار، مما يعني أن هذه المؤتمرات ليست مناسبة لإلقاء الكلمات وشرح بعض التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية، وإنما هي محطة للقاء بين المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة، سواء كان بالشراكة مع القطاع الحكومي من خلال شركات وزارة الصناعة، أو من خلال الفرص الاستثمارية الموجودة وفق قانون الاستثمار. هذه الحكومة وضعت ضمن الأولويات الخمسة إصلاح الاقتصاد، ولا يمكن لأي إصلاح اقتصادي في بلد مثل العراق أو تغيير لفلسفة الدولة الأحادية في الاقتصاد والاعتماد على النفط، لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال دعم القطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة. وبما أننا اليوم نتحدث عن الصناعة، لدينا من الموارد الطبيعية لتأسيس صناعة مستدامة ومتطورة تلبي احتياجات السوق المحلية، لا وبل يمكن أن تكون أيضا صناعة تؤدي إلى تصدير منتجاتها إلى خارج العراق. على ضوء هذا البرنامج الحكومي وهذه الأولوية وهذا الفهم الدقيق لأهمية تنويع الاقتصاد ودعم الصناعة واستثمار الموارد الموجودة، لا بد لنا من خطوات عملية وإجرائية، حيث لا يمكن أن نبقى نتفرج على أن يكون العراق دائماً سوق استهلاكية للسلع المستوردة. لا يمكن أن يبقى هذا الوضع ويستمر ونحن نتكلم عن هذه الموارد الطبيعية الهائلة. أيضاً لا تستطيع الدولة أن تلبي احتياجات فرص العمل لأبنائنا من الخريجين والباحثين عن العمل، حيث لا يمكن للدولة أن توظف كل هذه الأعداد الهائلة، خصوصا ونحن نتكلم عن ثروة بشرية الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذا البلد غالبيتها من الشباب. ونحن نعلم جيدا أيضا أن فرصة العمل في القطاع الصناعي المباشرة تولد 4 إلى 6 فرص عمل غير مباشرة، وبالتالي الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وإكساب المهارات والتدريب لإدخاله للمنافسة في سوق العمل هو أيضا واحد من أهداف هذه الحكومة. أيضا آن الأوان أن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد
العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار والتنمية وتوفر الوظائف، وهذا لا يتم إلا من خلال دعم ريادة الأعمال الصناعية لتلبية الحاجة المحلية والتكامل مع المتطلبات الإقليمية والدولية. بقراءة سريعة لمؤشرات وزارة التخطيط، يستحوذ القطاع الخاص بتقديرات عام 2020 على 81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة في العراق، مقابل 11% للشركات الحكومية و 1% للشركات المختلطة. لكن النسبة في المساهمة بإجمالي الإنتاج الصناعي ما زالت تقاد من قبل شركات القطاع الحكومي وخصوصا الصناعات الثقيلة، في الوقت أن البلد والسوق المحلية يحتاج للقطاع الخاص أن يسهم في الإنتاج الصناعي في مجال الصناعات الإنشائية والغذائية والدوائية والتعدينية. هذا المؤتمر هو رسالة واضحة من الحكومة لدعم الشراكات الصناعية الحقيقية وليس التجارية، الشراكات المنتجة التي تساهم في إضافة قيمة إضافية للصناعة الوطنية، لا أن تكون شراكات تستغل فيها أو تستثمر فيها التسهيلات التي تمنح من قبل القوانين الموازنة أو القوانين الأخرى. ولقد عانينا كثيرا من الشراكات التجارية التي أساءت لشركات وزارة الصناعة وباقي الشركات الحكومية. بنفس الوقت هناك شراكات ناجحة في أكثر من قطاع ساهمت في إضافة قيمة مضافة للصناعة، في إضافة خطوط إنتاجية، في إحداث تطور تكنولوجي، في تطوير قابليات العاملين في شركاتنا الحكومية. إذن ما نطمح إليه في هذا المنتدى هو خلق هذه الشركات الشراكات. أما إذا كان هناك الرغبة في استثمار الفرص الموجودة أيضا هي متاحة ومدعومة من قبل وزارة الصناعة، سواء كان من خلال التنمية الصناعية أو من خلال المدن الصناعية أو من خلال قانون الاستثمار. نحن بصراحة نسعى بجد إلى تمكين القطاع الخاص الصناعي من حيث الملكية للوحدات الصناعية والمساهمة في الإنتاج. خلال هذا العام عملت الحكومة على عدة خطوات إجرائية عملية وليست إعلامية خطابية. أولاً تأسيس الصندوق السيادي، صندوق العراق للتنمية، وهو يؤسس لبيئة من الاستثمار والقطاع الخاص. بدأنا برأس مال 1 تريليون دينار وسوف نزيد هذا المبلغ إن شاء الله في جداول موازنة 2024. أيضا في قانون الموازنة لثلاث سنوات تم زيادة رأس مال المصرف الصناعي. كذلك ولأول مرة تلتزم الدولة بتقديم ضمانات سيادية للقطاع الخاص، وهذا البرنامج موجود ومن خلال لقاءات وزيارات إلى مؤسسات دولية معنية بالتمويل هيئنا مجموعة فرص سوف ترى النور قريبا إن شاء الله من خلال هذه المبادرة التي تضمنها قانون الموازنة. لا زالت الدولة تدعم القدرة التصديرية من خلال صندوق دعم الصادرات. أيضا في هذا العام باشرت الحكومة بإصلاح هيكلي للقطاع المصرفي والمالي. هذا القطاع الذي لا يمكن أن نتحدث عن تحقيق تنمية في ظل عدم وجود نظام مصرفي رصين موثوق
يؤمن التحويلات المالية للمستثمرين ويعتمد على معايير الامتثال في المعتمدة من قبل المؤسسات المالية. بدأنا بهذا المشوار رغم ما ترتب عليه من كلف اجتماعية وسياسية، لكننا جادون في المضي بتنفيذ هذا الإصلاح، هذا الإصلاح المهم لقطاع المصارف. خلال هذا العام ومن خلال نقاشات واجتماعات بين منتجي الأدوية مع المستشارين والوزارة والجهات القطاعية، توصلنا إلى اعتماد حزمة من الإجراءات صوت عليها من قبل مجلس الوزراء، ساهمت بشكل فاعل وملموس أولاً في زيادة الخطوط الإنتاجية في أكثر من مصنع وفي أكثر من دواء، وانعكست بشكل واضح على نسبة التعاقدات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث ارتفعت النسبة من 21% إلى 40%. 40% تعاقدات مع منتجين محليين لإنتاج الأدوية. سبق وأن تم إقرار استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030، وأحد مخرجات هذه الاستراتيجية هو مجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة. هذا المجلس الذي يفترض أن يكون هو أعلى هيكل إشرافي على تنفيذ هذه الاستراتيجية ويتابع القطاع الخاص في تنظيم أموره ودعم نفسه بنفسه بإسناد الجهات الحكومية المعنية، حتى يكون فعلا منبر للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وزارة التخطيط أكملت الإجراءات، واليوم نعلن بأننا سوف نترأس هذا المجلس ونستمر بهذا العمل، رسالة منا لدعم القطاع الخاص وتنفيذا أيضا لما جاء في البرنامج الحكومي. أود أن أستثمر هذه المناسبة لأؤكد على منهجية عمل الحكومة في علاقاتها مع دول المنطقة ودول العالم في إقامة الشراكات الاقتصادية والعمل بمبدأ تشبيك المصالح، وهذا ما عملنا عليه وسوف نعمل من خلال عدة مبادرات ومشاريع. نقوم حاليا بدراسة مشاريع إقامة مدن اقتصادية ومدن صناعية أو مناطق حرة مع دول الجوار إيران والسعودية والأردن والكويت، كما ونؤكد على مشروعنا الاستراتيجي، مشروع العراق الأول، مشروع طريق التنمية الذي سوف يوطن المدن الصناعية بدءا من ميناء الفاو وانتهاءا بنقطة الارتباط بتركيا. هذا بالتأكيد سوف يفتح المجال إلى مزيد من الفرص في هذه المدن الصناعية. ختاما أقول وبكل ثقة أيها الأخوة والأخوات بأن اليوم هو الفرصة الثمينة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي وما معروض من فرص، سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي أو من خلال استخدام أو استثمار الفرص الموجودة. هذا اليوم الفرص متوفرة، لكن يوم غد بالتأكيد سوف يكون هناك حديث آخر. الحكومة جادة وبإجراءات عملية وبمتابعة مباشرة من قبل المتحدث وفريق الاستشاري والجهة القطاعية وزارة الصناعة، بمتابعة المستثمر منذ البداية، منذ بدء تقديم طلب الاستثمار وانتهاء بالتعاقد
والمباشرة والبدء بالإنتاج. هذه رسالتنا اللي حبينا نوصلها لحضراتكم في هذا المنتدى، متمنين أن تكون خلال هذه الجلسات اليوم وغدا فرصة للإجابة على كل الاستفسارات والإيضاحات، وكل التقدير للجهود المبذولة مرة ثانية من قبل وزارة الصناعة ومحافظة البصرة، متمنين النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.